السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي. سنتحدث في هذا الفيديو عن عنوان برنامج رامز جلال الجديد والأزمة التي يواجهها، رغم الجدل الكبير الذي أثاره رامز جلال في برنامج المقالب الذي تناوب على تقديمها في السنوات الماضية في مواسم رمضان، إلا أن رواد السوشيال ميديا بدوا متحمسين لما سيقدمه الفنان المصري هذا العام، حيث بدأوا في تداول العديد من المعلومات والتسريبات حول البرنامج، من بينها عنوان الموسم الجديد الذي من المتوقع أن يحمل اسم رامز مريض نفسي، كما تم تداول الملصق الدعائي الأول للبوستر للبرنامج، حيث يظهر رامز جلال بشعره الأبيض مرتديا النظارات الطبية وهو يصرخ بينما تلاحقه الجموع الفقيرة، ليخرج لاحقا بعد القائمين على العمل التلفزيوني مؤكدين أن البوستر ليس الرسمي. المعلومات المتداولة أيضا تطرقت من جهة ثانية حول معاناة رامز جلال من أزمة الضيوف، حيث يرفض العديد من النجوم المشاركة بالبرنامج رغم البدل المالي الكبير الذي يعرض عليهما، وتوقع البعض بأن سبب رفضهم يعود إلى حرص هؤلاء النجوم للحفاظ على مصداقيتهم، خاصة بأن تسريب الفيديوهات تثبت أن مقالب رامز جلال ليست عفوية وواقعية بل متفق عليها مسبقا بين المقدم والضيف. ويواجه رامز جلال انتقادات واسعة في كل عام بسبب تصاعد أنواع المقالب المستخدمة من فريق البرنامج وارتفاع وتيرة حدثها، حيث يصفها البعض بالخطيرة وبأنها تؤثر على الحياة النفسية للضيف والمشاهدين. وفي سياق متعلق بذلك، كشف المطرب علي الدورة في الساعات الماضية عبر بث مباشر عبر حسابه على الفيسبوك عن جانب من أسرار برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2021، مؤكدا انه يحمل اسم رامز مريض نفسي، مطالبا القائمين بعدم إذاعة الحلقة الخاصة به. وقال علي الدورة في بث مباشر: انا رحت برنامج رامز جلال وتصورت ورحت من غير اي فلوس عشان بحب الشخصية دي، وبعدين اتضح انه في حاجات ما كانتش عايزها تتذاع وهم هيذيعوها. ولفت مطرب المهرجانات بانه على علم بان عودته الى ادارة البرنامج منحت البعض المكافآت المالية بينما هو قام بالتصوير مجانا، واعتاد فريق الاعداد الخاص ببرنامج رامز جلال على التكتم بشكل كبير على فكرة البرنامج السنوية، كما تكتمون ايضا على اسماء الضيوف، وكان عددا كبيرا من النجوم وقعوا ضحية مقالب رامز جلال في الموسم القادم 2021 باسم رامز مريض نفسي. شكرا لكم.